اسما كبيرا في المجال الاعلامي عبر كفاءتهم وعبر مجاهدتهم ودرتهم في الصحافه كان ولا زال دائما في دوره. واسمحوا لي باسمكم ان ارحب اولا بضيفنا الكريم الكبير السي محمد عمور. يمثل لي هذا التكريم الشيء الكثير لانه صادر من مؤسسه اعلاميه من صرح اعلامي كبير ان شاء الله له مستقبل كبير في جمع الصحفيين وفي التاسيس لاخلاق مهنيه وعادات مهمه وحفظ الذاكره الاعلاميه المغربيه الذي هو بيت الصحافه. من هذا المنبر اشكره واشكر رئيسه الزميل الدكتور سعيد كوبريت والزميل الاستاذ محمد عده على هذه الدعوه. أشكر جميع من حضر، أنتم ممثلي وسائل الإعلام والحضور الكريم، وخصوصا أنه يأتي في هذه المدينة التي أعشقها منذ الصغر. طنجة من المدن التي أحس بها براحة نفسية كبيرة جدا، فاجتمعت كل هذه العناصر لكي تجعل من هذا اليوم يوما مميزا بكل ما في الكلمة من معنى. الصحافة اليوم صادف بوفير محبة وصداقات اسم زميلنا الإعلامي الرفيع سي محمد عمور اللي هو نتاج المدرسة المغربية في مجال الإعلام، خريج المعهد العالي للصحافة. سي محمد عمور اللي كنا اليوم بصدد الإنصات لوقع خطوه في مسار مهني وسيرة حياتية من البداية الأولى بدار البريهي بالرباط إلى أرفع المسؤوليات على رأس إدارة قسم الأخبار بالقناة العالمية الرياضية بين سبورت. سي محمد عمور إلى جانب أسماء أخرى كنصادفوها ببيت الصحافة باعتباره هو شرفة المغرب الإعلامي من أجل تكريس وترسيخ ثقافة الاعتراف والامتنان والتقدير لهذه التجارب الإعلامية المغربية.